جهود مكثفة وخطط احترازية محكمة تنفذها الدولة المصرية منذ البداية من أجل احتواء فيروس كورونا من التفشي في البلاد. وزارة الصحة بادرت فور ظهور الأزمة عالميا بتجديد الإجراءات على المطارات والمنافذ والمعابر البرية والبحرية من أجل منع دخول الفيروس والمصابين إلى البلاد. ومع ظهور حالات إصابة محدودة في مصر، نفذت وزارة الصحة أيضا خطة وقائية استباقية بعزل الحالات المشتبه في إصابتها، وأيضا تقصي جميع الحالات المحيطة بها والتي قد تكون خالطة الحالات المصابة. مجلس الوزراء اتخذ أيضا العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، وكان أبرزها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وأيضا إلغاء امتحانات سنوات النقل وتأجيل امتحانات سنوات أخرى والاعتماد على الدراسة عن بعد. كما قرر مجلس الوزراء أيضا إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية ووحدات الطعام المتنقلة، وكذلك تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى 31 شهر مارس الجاري. بالتزامن مع تلك الإجراءات الاحترازية، تقوم القوات المسلحة بمساعدة الأجهزة الأمنية في تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية. كما تقوم وزارة الداخلية أيضا بتطهير المواقع الشرطية وخاصة تلك التي تقدم خدمات جماهيرية، فضلا عن شنها لحملات أمنية وتموينية لمراقبة الأسواق ومنع استغلال الظروف ورفع الأسعار أو إخفاء السلع والمنتجات الطبية التي يحتاجها المواطنون في الفترة الراهنة. اتكلم فيه، فاهم قصدي؟ يعني سيبني اسال فيه كده او سيبني اقول فيه. اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، احنا على الهواء مباشره. اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقه اللي سنخصصها، هو عنوانها ممكن ما يكونش العنوان التقليدي ولا هو ليها عنوان من اساسه، اللي احنا هنتكلم على رصد حاله بيمر بها الشارع المصري، هنكبرها شويه، بيمر بها الاقليم وبيمر بها العالم. ازمه مرتبطه بمواجهه الانسان مع نفسه، انه ازاي انت تتعامل وانت تحت ضغط الخوف، ازاي بتشعر انه الامر اصبح ما بين كفتي ميزان، اما الحياة والنجاة واما الوفاة، وانه الخيارات هنا بتكون بمعدل 50%، اما تعيش وتسلم واما لا قدر الله تصاب وتتوفى. ازمة صادمة وضعت كل البشر امام انفسهم، قد ايه انا انسان، قد ايه انا لما انزل اجيب احتياجاتي عشان اامن نفسي هكتفي ان انا امن نفسي ومش مهم الناس التانية تتأمن، او ان انا هكتفي ان انا امن نفسي والاخرين ما تتأمنش ازاي او يتأمنوا برضك معايا ازاي. انا كانسان اقدر في الازمة الكبيرة دي اكون حريص في تطبيق معايير ولا اطالب بغير ما اعرفه. يعني في ناس بتطالب بانه ضرورة تطبيق حظر تجوال لمجرد استصاغة حظر تجوال في فترات زمنية سابقة بدون وعي وادراك، نصائح طبية لغير المتخصصين، مع انه الدولة وضعت شروط فقط صغيرة إنه كل واحد يلتزم بيته ويلتزم أمانه الشخصي ويلتزم نظافته الشخصية. السؤال اللي بتوجهه لنفسك قبل ما تطلب من الدولة إنها توجهه، هل أنت كمواطن بتلتزم بده ولا لأ؟ هل أنت قعدت ولادك جوه البيت ولا لأ؟ هل أنت قللت خروجك إلى الفترة أو إلى الحد الأدنى ولا لأ؟ كل دي أسئلة محتاج نسألها على نفسنا، لأنه المرض إن كان في صورته الأولية لم يتفشى في مصر، في علامة استفهام، في ناقوس خطر، في مؤشر خطر لازم كلنا ننتبه ليه، أنه ممكن بالليلة وضحاها إن لم نلتزم، وده قد يكون واضح بشكل أو بآخر، أنه ممكن المرض يتفشى ويكون خارج السيطرة، وده ما لا نتمنى. نتمنى ليكم السلامة، هو ده حوارنا وهو ده هدفنا. أهلا بحضراتكم، هنتكلم على فيروس كورونا إزاي بنتعاطى فيه داخل الشارع المصري في هذا التوقيت. أهلا بك دكتور أحمد سعفان ابتداء، وأنت وكيل وزارة الصحة سابقا وأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، أهلا بك وسعداء بوجودك موجود معنا. دكتور محسن الفحام، وأنت مساعد رئيس حزب حماة وطن، أهلا بك دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، هو سؤال لك ليكم في البداية، تقديمة طويلة ولكن الأزمة كبيرة، في تقييم حضرتك احنا كشارع كمواطن، رصد حضرتك الطبيعي من خلال السوشيال ميديا، شايف انه الناس فاهمة خطورة وحقيقة فيروس كورونا واللي ممكن يؤديه بينا
في فترة قديمة لو ما التزمناش بمعايير السلامة في هذا التوقيت؟ وانا طبعا بشكرك على المقدمة الاولانية، ودي مقدمة قوية جدا، بس انا هقول حضرتك من خلال خبرتي كطبيب كل يوم موجود في المستشفيات وبتعامل مع مرضى كتير، وفي مجال إدارة المستشفيات او في مجال تخصصي جراحة المسالك، انا بيخش لي ثلاث انواع من المرضى يا استاذ تابر. ناس متخيلة ان دي مؤامرة سياسية ودي مش حقيقة، وده تهويل سياسي على مستوى الدول، وده ضحك على الدقون، واحنا بعيد عن الموضوع وده بعيد عن الواقع، ده واحد بيستخبى بيحط راسه في الرمل. ونوع تاني عندهم وعي بالقصة وقارين كويس جدا، بس عندهم الخوف زيادة وعندهم اوفر بروتكشن، وبدأ يعمل احتياطات زيادة تلمت حتى حياته الشخصية، وبدأ الرعب يبقى زيادة. وفي نوع تالت خالص متجاهل الفكرة تماما، وده للأسف دي المأساة الكبرى. احنا المعلومة او الحقيقة اللي احنا لازم نوجهها للناس، احنا دلوقتي قدامنا حقيقة ما لناش دعوه بالغرض بتاعه، احنا عندنا فيروس والفيروس ده بينتشر. والغريب جدا لما تيجي تحلل الموضوع، الفيروس لما انتشر في الدول الغنيه الاول، ما دخلش الدول الفقيره لسه، ويمكن ربنا حامي تمام، والدول الغنيه مش قادره تقف قدامه. يمكن انا كنت لسه راجع من زياره من فرنسا وشفت قد ايه اللي بيتعمل هناك الحظر التجول من الساعه 12 الظهر عشان خايفين الناس ما تلتزمش، المحلات فعلا مقفوله تمام، التجوال في الشارع عن طريق تصريح لازم يبقى مع المواطن عشان يقدر يتحرك بيه، ان الحالات بالذات في ايطاليا وبعد اللي بيحصل في ايطاليا بدا الموضوع يبقى مفزع. من الناحيه الطبيه هو الموضوع ليه معايير، والموضوع واضح وصريح ان في فئه معينه هي اكثر عرضه للاصابه، اللي هم الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم مناعه ضعيفه، ودول اخطر ناس. المناعه الضعيفه دي يعني الناس اللي عندها سكر دي مناعة ضعيفة، الناس المعرضة لأدوية الأورام وبياخدوا أدوية أورام، الناس اللي عندهم أي أمراض مزمنة، دول نوعية مهمة جدا. فالمواطن العادي لو فهم أن أنت باستهتارك ده ممكن تؤدي إلى سبب وفاة واحد من عيلتك، واحد عزيز عليك، ده مفهوش تهريج. غير كده إلا واحد جيت بصيت على التعليمات اللي نازلة من قبل منظمة الصحة العالمية ومزاورة الصحة، قريبة جدا من تعليمات ديننا، ان انت تغسل ايدك، ان انت تبقى نظيف، ان انت تحافظ على محتويات بيتك سليمة تمام، ان انت تحافظ على اختلاطك بالاخرين عن بعد معين، ده مش ده المفروض سلوكنا الطبيعي يبقى ده. اللي انا بحب اقوله كمان مهم جدا، اللي انا سعيد بيه الاطقم الطبية في المستشفيات. يمكن الناس ما تعرفش ان الاطقم الطبية احنا متدربين بقالنا فترة على انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، فالمستشفيات عندها وعي كويس جدا، والناس الأطقم الطبية جوه المستشفيات الخاص أو العام أو الجمعيات بدأت تتعامل مع الموقف بحرفية شديدة. حضرتك خش أي مستشفى دلوقتي هتلاقي لا في بروكوشنز في التعامل، أغلب المستشفيات منعت الزيارات، عاملين كل الانستركشنز بدقة شديدة جدا. مستشفيات الحميات في مصر اللي ناس كتير قوي بتهاجمها على السوشيال ميديا، مستشفيات الحميات اللي تبع وزارة الصحة وأنا هو أستاذ في الجامعة، أكتر ناس ملمين بالقضية صح وبيتعاملوا وبينصحوا الناس صح. مستشفيات العزل اللي قامت بها وزارة الصحة والحكومة المصرية طبعا ده خطوة أساسية وإيجابية. ويمكن أحب أطمن بعض الناس اللي احنا بعض زمايلنا من جامعة عين شمس موجودين في مستشفيات العزل دلوقتي، وبيطمنونا جدا إن الحالات هناك نسبة أكتر من 60-70% معزولين بس ما عندهمش أعراض. وبرضه معلومه مهمه جدا، يعني ايه معزولين وما عندهمش اعراض؟ يعني بالبي سي ار التحليل طلع بوزيتيف بس هو ما ظهرش عليه العرض، فهو المعزول لفتره 14 يوم او لغايه ما التحليل يطلع سلبي، ولازم يطلع تحليلين سلبي عشان يقدر يخرجه. يعني يعني معلش يا فندم اسمح لي، اتفضل يا فندم، احنا عندنا وقت كافي جدا جدا، انا اتكلم براحتنا، دي مهم جدا لازم الناس تفهمها. تقصد حضرتك انه الشخص اللي يعني احنا طبقا للبيان اللي خرج قبل ما نخش في الحلقه، قال وزارة الصحة، البيان بتاع وزارة الصحة قال انه في 250 حالة ده رصده من بداية ظهور كورونا في مصر لحد هذا التوقيت، في 285 حالة الحمد لله، في منهم 39 حالة تمثلت للشفاء، كان منهم طبيب وممرضة، وفي 8 حالات الملك والدوام لله توفوا. الأعداد دي كلها، كل الأعداد ال 39 اللي تم الإعلان عن شفائهم، بيتعمل لهم تحليلين علشان يتم التيقن من ان هم خلوا من الفيروس تماما. البي سي ار لازم يطلع مرتين في خلال قد ايه؟ في خلال ال 14 يوم لازم يطلع سلبي عشان يقدر يفرجه من العزل الطبي. بس عاوز اقول لحضرتك بقى، ال 239 حاله دول، 285 285 حاله جايين من انهي مناطق؟ هتلاقي كميات كبيره جايين من مناطق واحده، ان الناس مش قادره تتخيل ان انتشار الفيروس في المناطق
المتكدسة بالناس بيبقى سريع جدا. ففكرة اللي احنا نلتزم طبعا عند حضرتك تفصيل تقصد جيم يعني ايه جيم من منطقة يعني القرية بتاعت المنصورة تمام 80 حالة في العزل تمام كلهم جايين من منطقة واحدة 80 من الرقم ده كويس جايين من قرية واحدة اللي هما ما التزموش كويس فعشان كده بنقول فعلا لما الحكومة بتناشد الناس أرجوكم بلاش التكدسات. هو الأول كانت الناس بتناشد الدولة احنا عايزين كورونا فالكورونا ظهرت يعني الأول الناس كانت نفسها يبقى عندنا كورونا. هو مش عشان احنا بنتكلم برضه في التلفزيون المصري احنا لازم نشيد بدور الدولة المرة دي اللي احنا من الدولة سابقة بخطوة ودي على فكرة من القلائل اللي حصلت على مدار يعني عمر ان دايما الدولة عندها خطة واضحة وبتستبق وعلى فكرة دي حقيقة تتحسب لها مش عشان احنا في التلفزيون المصري بنقول كده لا بس هي دي حقيقة دي حقيقة المرة دي بالذات المستشفيات مجهزة الاحتياطات ووجود المستلزمات في المستشفيات الخاصة والحكومة تكاتف بقى الوزارات مع بعض انا بقول لحضرتك الجامعة مع وزارة الصحة الدور رائع الاتنين متكاتفين جدا مع بعض وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي باذن الله بس لازم المواطن يبقى عنده الحس الطبي يعني هو يعني ايه الحس الطبي يعني لو عندي ازازه كحول في البيت وبنعمل بيها ايدينا كويس او مطهر كويس حضرتك او لما احس ان انا عليا اعراض افصل لوحدي واقعد بعيد عن بقيه العيله لو واحد كبير حتى لو دور برد طبيعي لغايه ما تبان الصوره تمام لو عندي حد كبير في السن ما اكثرهم ابهاتنا وجدودنا والناس اللي عندهم سكر وبتبقى مناعتهم ضعيفه اللي انا احاول اخليهم بعيد شويه عن اي اختلاط كويس حضرتك ابقى حريص جدا في اختلاطي مع اللي بيجولي البيت تمام حضرتك مش لازم الدليفري مش لازم اللي انا انزل في وسط الشارع دلوقتي كويس حضرتك يعني كل ما نقدر نقلل الاختلاط لمدة 14 يوم دي حماية لينا كلنا ليه؟ إن انتشار المرض ودي برضو نقطة مهمة جدا حضرتك هو مش من فرد لفرد هي ما بتمشيش كده حضرتك احنا معدل الانتشار لو 3% يعني لو في مواطن هيبقوا 45 ألف حالة في خلال 6 أشهر متخيل حضرتك؟ لو مواطن واحد طب لو احنا بقينا 4% الرقم ده ينط ل 3 مليون طب احنا طب بص يا فندم معلش عشان ايه احنا يعني محتاجين توضيح اكتر احنا هنروح لموجز الانباء ونود نتكلم على الجزئيه دي بس مش هتكون بدايه استهلالنا وهنتكلم يا دكتور على دكتور محسن على الحاله اللي بيتم التعامل بيها على السوشيال ميديا وانه في دوله موازيه في دوله اخرى طبقا لطلبات المواطن اللي قاعد في البيت او مش قاعد في البيت بيقرر انه عايز من الدوله تعمل له حظر تجوال او عايز من الدوله انها تاخد القرار الفلاني انه الحاله دي الدوله الموازيه دي اللي ثبت عدم قدرتها على التنبؤ بالحقائق مفروض انها تعمل ايه في هذا التوقيت قبل ما نتكلم على دور مؤسسات المجتمع المدني او على الجانب الاخر المساهم والمساعد دور الدولة المصري الزميل اشرف عبد العاطي جاهز مع حضراتكم في قراءة موجزة ونعود لاستكمال الاسئلة اللي احنا اجلنا الاجابة عليها مع حضراتكم حضراتكم مشاهدي الكرام نستكمل ما توقفنا بخصوصه قبل هذا الموجز كنا توجهنا لسؤال احنا اتكلمنا على الشق او جزء من الشق الطبي الشق المرتبط بالمجتمع رصد التحركات الموجودة جوه الشارع المصري منذ التلويح بقدوم هذا الفيروس الى الحدود المصرية تعامل الناس في هذا التوقيت بعد التصاعد الاجراءات المصرية في هذا التوقيت شكله ازاي هل المفروض انه الدولة تواجه ده لوحدها ولا مفروض انه في منظمات وهيئات وجهات اخرى تشتغل مع الدوله هو ده سؤالي اللي هوجهه للدكتور محسن الفحام وهو مساعد رئيس حزب حماة وطن بشكل مرتبط بيك كانسان مرتبط بيك كمسؤول حزبي ومرتبط بيك كمواطن في الشارع رصدك للتصرفات التقليديه للمواطن ما قبل والدعوات ان احنا ليه ما عندناش فيروس كورونا وفجاه ظهر فيروس كورونا بعد ما ظهر فيروس كورونا شايف الناس بتتعامل ازاي وهل الناس مدركه مدى الخطوره هل الناس شايفه ان مصر مش زي ايطاليا وانه ازاي دوله زي ايطاليا قدرتها الطبيه ما بقتش قادره تستوعب وانه ايطاليا بقى كل شخص فوق سن السبعين بقى خلاص شكرا انت ما عندكش مكان لينا لان احنا مش ملحقين على الشباب وعلى الناس الاولى بان احنا ننقذهم كل التفاصيل دي حضرتك شايفها ازاي
يعني خليني اقول لحضرتك فندم انه مبدئيا قبل ما نقول على سلوكيات المواطن، انا اخد برضو من كلام دكتور احمد يعني اداره الازمه اللي الحكومه قامت بيها. احنا عندنا على فكره خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان في ثلاث ازمات، ازمه سوء الاحوال الجويه لو تفتكروا الامطار الغزيره جدا، ازمه سد النهضه واحنا شغالين فيها دلوقتي، ثم الازمه اللي احنا فيها بتاعت ازمه كورونا. تخيل ان في دوله زي مصر بتتعرض لثلاث ازمات في اقل من شهر، ومع ذلك النهارده عشان تدير هذه الازمات بهذه الحرفيه وباقل قدر من الخسائر زي ما الدكتور بيقول ارقام يعني رهيبه في ايطاليا وفرنسا، انا شايف ان دي مساله يعني زي ما حضرتك قلت ده فضل وكرم من عند ربنا. يبقى بعد كده بقى سلوك المواطن زي ما تفضلت وحضرتك قلت فعلا انه يجب ان المواطن يشعر بخطوره. يمكن احنا ما تعرضناش لموقف زي ده قبل كده من ساعه مرض الملاريا والطاعون اللي كان حصل قبل كده في الاربعينات وفي الثلاثينات، كان حصل حاجه زي كده. وانا فاكر كمان كنا بنراجع النهارده على بواسم الحج لما شفنا النهارده المسجد الحرام مغلق وكذا، عرفت ان في اكتر في اربع مواسم الحج اتلغى فيها برضو علشان تفشي بعض الامراض الوبائيه وكذا. فالنهارده لابد من تفعيل ثقافه المواطن المصري. الموقف اللي احنا ضايفينه موقف غير تقليدي وغير مسبوق، ولأول مرة المواطن المصري يكون هو المسؤول عن نفسه. يعني الحكومة عملت اللي عليها، وأنا شايف إن عملت اللي عليها وزيادة. يعني مشينا بالتدريج أهو، قلنا المدارس تقف شوية، وبعدين قلنا الأمهات اللي ليهم أولاد أقل من سن 12 يقعدوا معاهم، وبعدين بعد كده قلنا مش هنقول حظر التجول ولكن نقول من الساعة 6 للساعة 7 أو من الساعة 7 للساعة 6. الكلام ده كويس جدا. نخش بقى على الموضوع بتاع السوشيال ميديا والقنوات اللي هي المأجورة اللي بتحاول إنها تصدر لنا الرعب وإلى آخره. طب ما أنا شايف وإحنا جايين النهاردة وحضرتك جاي النهاردة الدنيا مش يعني انا شايف ان الدنيا برضو ماشيه بشكل منطقي وموضوعي، ما عدا بعض التصرفات السلبيه اللي انا الحقيقه استاذن حضرتك ان انا اطرحها. اتفضل. النهارده كان في سوق العتبه، يعني بعد صلاه الجمعه النهارده فندم اول مره كان الناس النهارده بتتحدى وبتنزل باعداد وبارقام غير عاديه عشان يجيبوا خضار الاسبوع، عشان يجيبوا الخضار بتاع الاسبوع. يعني طب ما احنا قاعدين، يعني طب ممكن اقول كلمه للسيد المواطن؟ يعني انا عايز اقول كده، عايز اقول له كلمه انا كمان، يعني عايز اسمح كده. يعني احنا يا فندم لو انه السيد المواطن نزل اشترى الخضار وانه تفشى هذا الوباء، وانه السيد المواطن نزل نظرا للنتيجه لانه بقى في اجبار على انه الصحه بقت عليله وبانه لازم تقعد في البيت والا لا قدر الله هتموت، ليه الناس مش مدركه هذا الادراك؟ ليه الناس ما بتتعاملش مع هذا الحدث بانه حدث جلل؟ أيوة. ايطاليا عملت حظر تجوال لمواطنيها، ما حدش بينزل من بيته بالاجبار، وفي ولايات في امريكا بالاجبار وفرنسا. حضرتك يعني ليه هذا الاستهتار؟ انا جاي في مترو الانفاق شايف الناس راكبه مترو الانفاق شبه عادي، اقل ولكن شبه عادي، ليه ده بيحصل؟ هم يبدو ان هم مش حضرتك فندم مش مستوعبين حجم الخطوره، مش قادرين يستوعبوا ان ممكن الكلام ده يحصل في مصر، ومش قادرين يحسوا الاحساس ده. مع ان الاعلام برضو لازم اقول يعني احنا النهارده كل القنوات اللي موجوده من اول التلفزيون المصري حتى القنوات العاديه الفضائيه العاديه كلها تقريبا شبه ارشادات وتوجيهات والى اخره. فالحته دي الحقيقه احنا مفتقدينها. يعني برضو القهاوي يا فندم، القهاوي اللي نزلنا نص الباب والناس قاعده جوه. طب اقول لك تصرف امبارح، تصرف من التصرفات الغريبه جدا، يعني شر البليه ما يضحك زي ما بيقولوا. يعني ان في احد القرى في احدى المحافظات عملوا السوق بتاعهم بتاع سوق الخميس عملوه بالليل. طب هي كورونا يعني مثلا بتطلع الصبح وتمشي بالليل؟ يعني دي ثقافه بس اتحصل فعلا. انا يعني لما حد قال لي الكلام ده انا يعني ازاي كان حصل؟ قال له حصل فعلا، عملوا السوق بتاعهم الساعه 9 بالليل عشان يقول لك الكورونا الصبح مثلا بتبقى صاحيه وبالليل بتبقى. أنا دي ثقافه على فكره. فعشان كده بقول لحضرتك يا فندم نشر الوعي الثقافي والوعي الطبي اللي الدكتور قال عليه انا شايف ان هو موضوع يجب ان احنا فعلا نهتم بيه جدا جدا، وخصوصا الاسبوع اللي احنا يعني انا بشكر حضرتك على استضافتنا النهارده، لان النهارده بدايه الاسبوع الثالث اعتقد الدكتور هيأيدني في الكلام ده اللي هو اللي انا شفت او سمعت او قريت انه في الدول الاوروبيه اعتبر ان الاسبوع الثالث ده هو اسبوع انفجار او اسبوع يعني تفشي الفيروس، لان هو بعد كده فتره الحضانه اظن اسبوعين، ثم بعد كده الاسبوع الثالث بيحصل فيه نوع من انواع التفشي على مستوى اعلى كده. يعني فما اعرفش الدكتور. طبعا انا مع حضرتك في كده، وده دور اي واحد بيعي او متعلم في المجتمع اللي هو ينشر هذا الوعي حواليه. طب سؤال يا فندم، اتفضل. يعني جزء من هذا الوعي، لانه يعني علشان يعني الساده المشاهدين احنا كمان نحطهم في الصوره طبقا للمعلومات اللي عند حضرتك، ايطاليا ليه حصل فيها هذا التفشي المفاجئ؟ حضرتك لما تخش على النت وتقرا وتشوف الفيديوهات، هي قصه بدات في قريه في ايطاليا لما بداوا يعملوا عليها الحظر الطبي، تمام؟ نسبه كبيره جدا من مواطنها هربوا، ما رضوش يقعدوا في الحظر، ما رضوش يقعدوا هربوا. وفي فيديوهات على السوشيال ميديا مطلعه الكلام ده، ومريه الناس اللي هربت ودخلت على مترو الانفاق وهربت ودخلت في اسواق
واتنشر، وهم الناس استهترت بالقصة وبدأوا برضو زي ما بيحصل عندنا إلى حد ما الناس مش متخيلة القصة، وبدأت الناس تفضل في الشوارع زي ما هي وتختلط وتفضل التكدس مع الناس. عشان كده حصل فرقعة جامدة جدا في إيطاليا، علما أن طبعا المجتمع الأوروبي مجتمع عجوز مش شباب أكتر، تمام؟ فالتفشي فيه المرض بيبقى أسرع بكتير، ودي من المشاكل اللي حصلت في إيطاليا وبدأت في فرنسا، تمام؟ بس طبعا إيطاليا هي البومي. وزي ما حضرتك تفضلت، إيطاليا كدولة أوروبية عندها سيستم طبي قوي واقتصاد قوي مش قادر. طب يعني إيه إن رئيس الوزراء بتاعها يطلع يقول إن إحنا نظامنا الطبي قارب على إنه يقول أنا مش قادر أستوعب؟ يعني إيه؟ أما خلي بال حضرتك، تشخيص الحالات ده بيستدعي بعض المعدات الطبية، منها زي الأجهزة بتاعت الرعاية المركزة. مفيش دولة هتقدر تستوعب الأعداد دي مرة واحدة في رعاية مركزة. صحيح، تمام. ودي مشكلة من المشاكل القوية جدا، تمام. الناس اللي عندها مناعة ضعيفة، تمام، مرة واحدة يجي لها الفيروس فلازم يبقى ليها طريقة تعامل معها. يعني إنه لا قدر الله لو تفشى هذا المرض، يعني ارتباطا بعدم وعي الناس، أنت ممكن تلاقي أزمة كبيرة في جهازك الطبي. حضرتك ده اللي حصل دلوقتي في إيطاليا. الناس اللي أعمارهم كبيرة في السن ما بياخدوهمش، وبياخدوا الشباب يلحقوهم. طيب اسمح لي فندم في الجزء المرتبط بدور من لا يمثل الدولة، يعني الجانب الآخر، المؤسسات الأخرى الموازية في الدولة المصرية، المفروض أنها تعمل إيه؟ سواء المجتمع المدني، أحزاب، إلى آخره. يعني خلينا أقول يا فندم إن الأزمة دي أظهرت فعلا، فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم على موضوع الأحزاب الكرتونية، ولما اتكلمنا إن مصر فيها 104 حزب ومش شايفين ليهم تواجد على الشارع وكلام من الحين، الأزمة دي يعني أظهرت فعلا أن هناك ضعف كامل وغياب كامل للأحزاب المصرية. طبعا مش مجتمع، ولكن يعني في حزبين أو ثلاثة تقريبا هم اللي ظهروا في الصورة في الفترة الأخيرة، في الأحداث الأخيرة دي، زي مثلا حزب حماة الوطن، وخصوصا في محافظة أسيوط بالذات. كان النهاردة، أنا شايف النهاردة كان في تعقيم قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وكان في اختلاط بالجماهير، أصبح برضو حزب مستقبل الوطن الحقيقة عمل شغل كويس جدا. ولكن طب تسمح لي يا فندم، انا اسف، ممكن نتكلم على الموضوع من غير اسماء؟ يعني ماشي، بس عايز اقول لحضرتك ايه، احنا مبدئيا هو بنقول ان الاحزاب اللي موجوده على الساحه السياسيه في مصر اظهرت عدم قدرتها على التواصل والتفاعل مع الجماهير المصريه في الازمه دي بالذات. طب دكتور مصر المفروض تعمل ايه؟ المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان مبدئيا كده بنتكلم مثلا فيما يتعلق بالتوعيه. التوعيه الثقافيه، او ثقافه المرض، او ثقافه الطب، علشان النهارده أقدر إن أنا أخلي المواطن ده يسمع الكلام على الأقل. يعني اللقاءات الجماهيرية اللي بتتم مع الناس، لازم التلاحم مع الناس، بلاش دي. لما يعني أنا آسف، يعني النهاردة لما يكون واحد ماشي في الشارع ويعرف إن القهوة دي مقفولة وجواها ناس بتشرب شيشة، وأنا شايف وشايف النور تحت كده، يعني هو البوليس مش هيقدر يعمل كل حاجة كويس، لأن في أماكن، يعني أماكن عشوائية وأماكن شعبية. بس أنا شايف فالثقافة دي النهاردة لو فرض إن الأحزاب دي حيامت بدورها بما يرضي الله فعلا، يعني وعايز يبقى ليها يعني تواجد في الشارع، طب ما احنا نخبط على الناس ونقول يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده غلط. ده دور المجتمع المدني الحقيقة، لأن زي ما قلت لحضرتك الجيش والشرطة النهاردة بيبذلوا قوة الطب. يعني الجيش والشرطه ووزاره الصحه، هو الطب دلوقتي هو يعني الفارس الاول. على فكره احنا كان عندنا يوم 18 كل سنه وحضرتك طيب، فاتنا يوم الطبيب المصري. يعني ما لحقناش حتى نقول له كل سنه وهم طيبين، يعني يعني من كتر طبعا الازمه اللي احنا فيها دي فاتت المناسبه دي، احنا لازم نحييهم. انا يعني بحكم طبيعه عملي فتره طويله جدا في المطار، بقول لك اليوم يوم وكان دمشقي. يعني وهي حقيقه، يعني انا عاوز برضه اقول مش عشان انا واحد منهم، انا شايف روح جميله بصراحه من الاطباء والتمريض على التعامل مع المشكله. ابطو انا كل يوم بيجيني مكالمات من صيادله بره المستشفيات اللي انا بشتغل فيها، طب نساعد بايه، طب نيجي معاكم نعمل ايه، طب يعني انا عندنا تمريض، وانا يعني بحييهم فعلا، تمريض مسؤولين عن اطفال ومعرضين للخطر ومسؤولين ان هم يجوا شغلهم ومتواجدين في المستشفى. انا عاوز اقول لحضرتك مثلا في ايطاليا وفرنسا من كتر الضغط، وانجلترا التعليمات اللي نزلت دلوقتي للمستشفيات ان المستشفيات توقف كل نشاطها ويشتغلوا اربع تخصصات بس: الطوارئ، امراض صدريه، النساء، الرعايه المركزه. وكل الاطباء في التخصصات التانية تختار من الاربع تخصصات دول عشان يشتغلوا في هذا التخصص. انا بس بشرح للمواطن اوروبا والدول المتقدمه وصل لغايه فين. طب انا عاوز بقى حته صغيره برضو، ان كان في احد المصريين كان راجع، انا برضو لسه كنت بتكلم في الموضوع ده، من فيينا، خط سيره كان فيينا فرانكفورت القاهره. كويس، اقسم ده هو نفسه مش حد قال له، يعني لم يتعرض لاي اجراءات وقائيه
سواء في مطار فيينا او في مطار فرانكفورت. وانا حتى سالت الدكتور قال لي صح. نزل مطار القاهره بيقول لي من اول ما نزلنا من على سلم الطياره قبل حتى ما نزلنا من سلم الطياره لقوا اطباء الحجر الصحي واقفين على قمه الطياره، ولقوا الاولاد والبنات اللي مشغولين في الحجر الصحي في المطار موجودين، وعملوا لهم البي سي ار، عملوا في 10 دقائق الحالات اللي بيشكوا فيها اللي فيها الحراره بالزبط. بس هو فعلا الطياره بتنزل بيتقاس درجه الحراره اي حاله شك بيتاخد. انت حضرتك كنت في فرنسا؟ كنت في فرنسا اول امبارح. ايه اللي وداك فرنسا؟ كان عندي رحلة مع حد من عائلتي، كنت معاه في حاجة ضرورية جدا ورجعت يوم الأربعاء. مش مهمة طبية يعني؟ لا لا مش مهمة طبية. بس كنت لازم أتواجد هناك 48 ساعة. حصل نفس الرصد رصدته في المطار في فرنسا؟ طبعا فرنسا ما حصلش أي نوع من أنواع الفحص. لو أنت داخل ولا خارج. داخل ولا أنا خارج. في القاهرة أنا فضلت واقف بتفرج على الأداء هيحصل إزاي. فعلا قاسولنا درجة الحرارة كلنا، والناس اللي شكوا فيهم عزلوهم خدوهم للمستشفى الحميات لغايه ما عملوا لهم التحاليل ويطلع سلبي فيسيبوه. وفعلا ده اداء رائع طبعا. اتفضل يا فندم. تكمل الحديث حضرتك، المفروض انه بخلاف التوعيه يعني السؤال الاهم، هل احنا الناس يعني مؤهله انها تقبل منك انك تخش قهوه مقفوله وتقول لهم كده عيب فيقول لك حاضر؟ ولا انك تخش اي تجمع غير مدرك تقول له كده عيب يقول لك حاضر؟ لا. طب ما دي هتبقى صعوبه في انك انت تمارس هذا الدور. مش مدركين ولكن العمل. ما انا بقول لك احنا مفتقدين هذه الثقافه. في نقطه تانيه برضه، هل احنا النهارده ممكن النهارده واحد بتاع محل سوبر ماركت يقف قدام الناس اللي هم قاعدين يشتروا مثلا الكلينكس والحاجات دي يقول لهم يا جماعه واحده واحده عشان زميلك عشان اللي وراك واللي وراك واللي وراك؟ برضه هقول له انت مالك. طب وهل المواطن نفسه هو بيشتري هيشتري على قده ويسيب الحاجه لغيره؟ لا. ما هو ده سؤال يا فندم، انا بعيد عن دور حضراتكم بالضبط. او تخصصكم او ما تمارسوه في الحياه، انه زي ما الفيروس ده اصبح خطر على الحياه اصبح ايضا كاشف في مواجهه كل انسان بنفسه كده. احنا كده. بندعي الفضيله ولا نمارسها، احنا بنقول الحق ولا نطبقه، احنا بنصلي لكن بنشوف في معايير اخرى كتيره. استمر، انا في نقطه نفسي اتطرق ليها، هي بعيد عن الطب شويه. اتفضل. فكره التضامن بيننا وبين بعض. ليه؟ احنا في شريحه كبيره جدا عندنا في المجتمع المصري بتشتغل اليوم بيومه. صحيح. تمام. فده صعب اقول له اقعد في بيتك وما تاكلش اولادك. فده نوع، ده هيبين معدننا الاصيل وقوه الشعب المصري، ان احنا هيحصل نوع من انواع التضامن بيننا وبين بعض. صحيح. يعني انا لو عندي حد بيجي يساعدنا في البيت، تمام، انا ممكن اقول له ما تجيش بس مرتبك شغال، نوع من انواع التضامن. لو انا عندي حد انا مسؤول عن عمل في الحكومه عملت كده فعلا، ده الحكومه عملت كده، عملت كده فعلا. خلي بال حضرتك مش كل الناس في الحكومه، وشركات القطاع الخاص ايضا عملت كده. في تخفيض للعماله للاعداد تقريبا بتصل الى النصف. أيوة. وتقليل عدد الشفتات بعدد يصل الى النصف مع استمرار مرتباتهم. صحيح. مع استمرار مرتباتهم. والناس العماله اليوميه اللي موجوده في الشارع، لازم الناس يحصل نوع من انواع التكافل والتضامن من المجتمع المدني، ولازم نبقى احنا روحها مع بعض، عشان هو لو عيه انا هتضرر. ولازم الناس يبقى عندها الفكر ده كويس. خلي بالك الموضوع مش في جوه بيتك بس، الموضوع اكبر من بيتك واكبر من عيلتك. فانت بالعكس من مصلحتك ان انت تحافظ على جارك واللي جنبك. انت لو نزلت اشتريت كل المطهرات في الدنيا وجارك ما عندوش وجارك اتعدى، والله يا فندم ما انت هتاخد. والله انا بنزل اجيب ملاقي مطهرات، يعني من ساعه الازمه بلاقي مطهرات كلها مسحوبه. طبعا. يعني حاله انه انا المهم انا اعيش والناس كلها تموت، ما عنديش ما هو مشكله. انا جاري اللي جنبه لو اتعدى ما انا هاخدها. الناس مش فاهمه كده. هي دي حقيقه. كويس حضرتك. فلازم احافظ على نفسي وعلى اللي حواليا. وبالعكس انا برضو بشجع الشباب في حاجه مهمه جدا، ان الشباب يبقى دوره قوي يقف وما يتكسفش. وموضوع التهريج واللي احنا نقعد ننكت على بعض، اللي ماسك ماسك نقعد نتريق عليه والكلام ده كله، بالعكس مع زياده الوعي احنا الناس اللي عندها الوعي هي اللي هتنتصر. طيب يا فندم، انا يعني عايز اسال حضرتك على شكل الصوره اللي ممكن تكون. احنا ممكن نكون بنهزر لانه العدد 285. أيوة. طيب لو احنا اكتشفنا ان العدد فجاه لا قدر الله بقى 2000 هنعمل ايه؟ طب لو اجبرت على انه يبقى وباء، هل هنرجع نندم على كل لحظه انت ضيعتها في حق الناس؟ أكيد. في اهمالك وعدم التزامك. أكيد. وعدم قدرتك، لانه هو المرض ما بيجيش بيقولكش من فضلك ممكن اعيك، فهو المرض مش هيعمل معاك كده. صح. فهو العمل ايه؟ وتضمن منين هو ما يجيش في عيلتك مثلا، او يجي في عز عزيز ليك، او تكون انت شخصيا نتيجه لاستهتارك انت الحامل. بالزبط. الاب اللي بيخرج ويدخل وهو مش مهتم بنظافه، ولا الولد اللي بينزل يقعد على الكافيهات بالليل وبعدين يرجع مثلا يقعد اخته ولا اخته ولا والدته ولا ابوه. احنا يمكن من حسن حظنا ان احنا، يعني انا سالت امبارح ليه اوروبا بيسموها القاره العجوز، ان 75% من سكان اوروبا فوق سن ال 50. احنا عندنا 60% من الشعب المصري اقل من سن ال 40. فدي بصراحه ميزه، يعني ربنا اكرمنا بيها علشان حته يعني تقويه المناعه طبعا. فدي ميزه يجب ان احنا
يعني فعلا نحمد ربنا عليها ونبدأ بقى من خلالها ان احنا فعلا نقوم بدور، يعني الشباب يقوم بدوره الفاعل فيما يتعلق بحتة التوعية بحتة ال هو فندم بالتوعية، ولأنه لو كل إنسان التزم بيته طالما أنه ما فيش ضرورة ده في حد ذاته أمر إيجابي أكيد. ما أنت بنقول الناس في اختيار شاشة، هو يا جماعة من فضلكم التزموا البيوت. إيه تاني تعملوا عشان توعي يا جماعة؟ الموضوع جد خطير، الموضوع فتاك، الموضوع قاتل، إيه اللي تقوله تاني؟ احنا النهاردة على فكرة أثرنا فكرة، طب افترضوا يا جماعة عملنا حظر تجول، فاتقال لي كده طب ما احنا عاملين حظر تجول، هو لازم حظر تجول النهارده ان انا ما اخليش حد ينزل من البيت؟ طب ليه الناس النهارده، ما انا بقول لك من الساعه 7 بالليل لغايه الساعه 6 الصبح ما تقعد في بيتك، وانا لازم يعني لازم اجبرك على ان انت تقعد في بيتك؟ ما يعني ما احنا برضه احنا بنتعامل مع المصري بثقافه الراجل المصري، احنا اللي بنتعامل معاه ولا هو اللي بيتعامل مع نفسه؟ يعني عارف حضرتك ايه؟ معلش يا دكتور، هو يقعد ببيته بمزاجه ولا يقعد في حجر صحي غصب عنه؟ بالظبط كده. تمام. هو للاسف لما المواطن يختار انه يقعد في الحجر الصحي غصب عنه مش هيكون باختياره، مش وهيكون فجاه طبعا، هي دي المشكله. بالظبط بالظبط، مش هو بس ده، هو وكل المحيطين اللي حواليه بالظبط هيكونوا معرضين لده. يا فندم، هو المصاب المحيطين بيه بيقعدوا مكان في الحجر الصحي؟ لا، هو حضرتك هيتفحصوا، المحيطين اللي حواليه هيتفحصوا، ممكن يكون عنده المرض وهو معلوش عنده اعراض، هيتاخد في الحجر الصحي. تمام، وده اللي حصل في ايطاليا وحصل في المنصوره. لا، وحصل في الباخره اللي كانت عليها الراكبه الامريكيه الاستيواني، اتمسكت هناك في امريكا الكرو كله حجزوا هنا في الاقصر. طب يا فندم، سؤال ختامي فيما تبقى من وقت، واحنا عندنا يعني حوالي 3 4 دقائق كمان، من دلوقتي الى حين المفروض انه انا ايه الاجراء اللي ممكن اخده كانسان عادي، اذا انا كنت انسان عادي والتزمت بيتي وعرفت مدى الخطوره وعايز ابدا اقوي جهازي المناعي او اتعامل مع الامر صحيا بشكل لائق مع الاجراءات التقليديه في ان انا التزم بيتي، امنع الاختلاط، ما سلمش، التزم بالمطهرات او على الاقل التزم بالنظافه الشخصيه التقليديه، اعمل ايه؟ الحاجه الثانيه المهمه جدا، مفيش حاجه اسمها رفع جهاز مناعه، عشان حضرتك تبقى عارف كويس الكلام ده. هي في حاجه اسمها ان انا اكل كويس، اشرب كويس، فابقى اقل عرضه للمرض. كويس حضرتك؟ يعني ناس كتير ممكن يجي لها دور في الوقت ده الانفلونزا العاديه. كويس؟ لو انا اكلت كويس، نظمت اكلي، قللت من العادات السلبيه زي شرب السجاير مثلا، زي الشيشه والحاجات دي كلها، ده انا بقدر جسمي يقدر يقاوم هذا المرض. تمام، بس ابقى حريص لو حد من عيلتي جاله اعراض ابتدي اعزله لوحده. تمام، يعني تقصد اقعده في اوضه لوحده؟ اقعده في اوضه لوحده. تمام، ما اخليش بقيه الاطفال يختلطوا بيه. تمام، بدات الاعراض تزيد، يعني بدا يبقى في درجه حراره، بدا يبقى في رشح، بدا في الكلام ده، ابتدي اتوجه بيه لدكتور مختص. ومنظمه الصحه العالميه عملت كلاسيفيكيشن، عملت تصنيف، قالت اللي عنده بتظهر عليه اعراض من غير حراره بياخد درجه، اللي عنده اي مرض في نقص في المناعه بياخد درجه، لو عنده اي مرض تاني او فوق سن ال 60 بياخد درجه. لكن انت مبدئيا انت كمواطن في حاله لو اصبت بالانفلونزا التقليديه اللي بتصاب فيها في اي وقت غير ظهور فيروس التزم كورونا، في البيت في اوضه لوحدي لغايه ما اشوف هل الاعراض ده دور انفلونزا هيعدي بتتدرج ولا بتزيد. لا ايوه، هي بتزيد بقى فتره الزياده، يعني درجه الحراره، التكسير في الجسم، الرشح، صعوبه في التنفس، بتكون تباعا طبعا بتاخد وقت بوقت بوقت. كويس حضرتك؟ لو الامور دي بدات تزيد يبقى دي مش انفلونزا طبيعيه، ساعتها لازم اتوجه للمستشفى. بس لو دور انفلونزا كويس، يعني لو واحد جاله دور دلوقتي اعراض انفلونزا 50% ممكن يبقى انفلونزا وممكن 50% تبقى كورونا لا قدر الله، لازم اقعد في الاوضه لان دور انفلونزا في خلال يومين ثلاثه هيبدا هيبتدي الاعراض تقل. طب بس الاعراض بتزيد يبقى كده في مؤشر خطر، في مؤشر خطر. ما تكونش بقى عاديه الباقي كله. لكن يا فندم كل الحاجات اللي بتيجي على السوشيال ميديا والبرامج انه قوي مناعتك، فبالتبعيه ممكن تكون فيها يعني خد التابلت، خد الحرب دي او كل دي كلها قدر من الدعايه. هي يعني علميا ما فيش حاجه اسمها تزويد او مناعه دي، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. بس في حاجه اسمها ان انا اقوي نفسي، اقدر ان انا ابقى اقدر اقاوم اي حاجه. كويس حضرتك؟ بس ما فيش حاجه اسمها اصلا لما هاخد فيتامين سي المناعه هي اللي هتزيد، ما فيش الكلام ده، ولا هاكل توم ولا هاكل بصل زي ما بيتقال على السوشيال ميديا. علميا مفيش حاجه اسمها كده. كويس حضرتك؟ او اسحب ميه ساقعه بس. لا، واشرب حاجه دافيه عاليه عشان الدم ما بيعيش غير في الظهر. طبعا كلام بيضحك يعني. تمام. بس طيب يا فندم، كلمه اخيره، الوقت انتهى. يعني طبعا انا بناشد الشعب المصري طبعا والشباب المصري ان هم فعلا الاسبوع الجاي ده اللي احنا هنبداه ان شاء الله بكره يلتزموا فعلا بالتعليمات اللي حددتها الدوله، لانه انا يعني متخيل ان شاء الله ان الاسبوع ده لو عدى على خير باذن الله الازمه هتعدي، وانا متفائل بطبيعتي يعني ان شاء الله باذن الله مصر محفوظه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تحب تقول حاجه قبل ما اخلص؟ طبعا اتفضل. لازم يعني قبل ما انهي لازم اهني
الأطقم الطبية الموجودة في المستشفيات واشكرهم على الدور اللي هم بيعملوه، ويعني واشد بأذرهم ان الاسبوع الجاي ممكن هيبقى اصعب شوية ومحتاج مننا مجهود ليه؟ اكتر. ليه اصعب؟ ليه؟ عشان التوعية تزيد اكتر، عشان التوعية تزيد اكتر. ودلوقتي خلي بال حضرتك احنا كل ما بنزود توعية فكل ما اي حد هيحس باي اعراض هيبقى على المستشفيات اكتر، التبعيه في ضغط عليهم، هيبقى الضغط اكتر عليهم. فلازم تبقى الاطقم الطبيه صبوره جدا، تتعامل مع الناس برفق عشان هم فاهمين ان الناس عندها هلع دلوقتي. فلازم يبقى التعامل بدبلوماسيه اكتر، ومعلش الناس لازم تتحمل الاطباء شويه شويه وتصبر عليهم، مش انت الحاله الوحيده ولا الحاله الاخيره، ولا انت ولا احنا اولاد النهارده، احنا شغالين من قبل بالظبط. وعشان الامور تمشي وتمشي بسلام. المستشفيات كلها على اتم استعداد، انا شايف المستشفيات الحكوميه المستشفيات الخاصه كله متعاطف جدا، كله مستعد جدا تمام. بس انا ليا رجاء لكذا حاجه مهمه جدا، لازم انشد المواطن العادي. لو انت ليك مريض في المستشفى مش لازم تروح تزوره تمام، ومش لازم نعمل رحله في الزياره واخد الحبايب واروح ب 10 15 واحد. رئيس فرنسا لما صحفيه سالته انه عندها يعني قريب توفى قال لها لا مش لازم تروح تدفنيه، مش لازم. دي نقطه مهمه جدا. يعني الواجبات الاجتماعيه او علاقتنا الاجتماعيه في الوقت ده لازم تتغير شويه، ادي واحد. الحاجه الثانيه، لو انت المرض بتاعك مش حاجه ارجنت او مش حاجه تلتزم ان انت تروح المستشفى عشان ما تسببش ضغط، نصبر شويه. ومستشفيات كتير قوي كبيره في مصر اجلت عملياتها الطبيعيه اسبوع عشان تبقى مستعده لا قدر الله ولا حاجه حصلت. وده تصرف سليم 100%. بناشد مديرين المستشفيات وادارات المستشفيات ان هم يبقوا مستعدين اكتر، ويزودوا الوعي للمواطن العادي اللي جاي للمستشفى، ويعلقوا الارشادات اللي توزعت من قبل وزاره الصحه في غسيل الايدين، ازاي التعامل مع المواطن، ازاي يتعامل مع المريض لو في حاله مشكوك فيها يتعاملوا معها ازاي، التفاعل مع الهوت لاين بتاع وزاره الصحه اللي دي بيدي معلومات رائعه، وانا جربته شخصيا كمواطن عادي لقيت استجابه عاليه ومعلومات دقيقه وسليمه جدا. انا بشكرك يا فندم. انا كمان عايز اقول كلمه ممكن وانا مش هقول كتير، لكن كل اللي عايز اقوله انه طبعا هنوجه كل الشكر للأطقم الطبية على الدور اللي بتقوم بيه، على كل مؤسسات الدولة الدور اللي بتقوم بيه، وبندعو المواطنين، وده جزء من دورنا، انه على الجميع انه ياخذ الموضوع مأخذ الجد، وعلى الجميع انه يلتزم بيته والخروج يكون في اضيق الحدود، وندعو ربنا انه يسلم الجميع وانه الامر ينتهي في هذا الحدود ويكون قابل للسيطره، وانه لا يتفشى، وانه لا نطبق نموذج ايطاليا ولا نموذج فرنسا ولا حتى المانيا والصين، وانه نتمنى لمصر السلامه، وانه الموضوع خطير على المدى البعيد على اقتصادنا. وقف الطيران ده أمر قد يراه البعض هين ولكنه أمر مش هين، وقف السياحة ده أمر قد يراه البعض اللي مش شغال في السياحة أمر هين ولكنه أمر جلل. إحنا بنتكلم على معضلة عظيمة، لازم الجميع ينتبه ويقف انتباه ويراعي كل المعايير ويأخد الموضوع جدية ويثق في الدولة، وإنه كل البيانات الصحفية وكل الأرقام وكل التوصيات هتيجي من خلال الدولة، وإحنا لن نتوانى في بثها على حضراتكم في حينه في عواجلها في محاولة لاحتشاد شديدة جدا إحنا بنمارسها وكل المعنيين في الدولة بيمارسوها علشان حضراتكم فقط تلتزموا وتطبقوا المعايير اللي بتيجي من خلال توصيات الدولة اللي بتتصل أيضا مع منظمة الصحة العالمية. أنا بشكركم وأسف للإطالة، بعد قليل قراءة لعناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا الصباح. نتمنى لكم السلامة إن شاء الله.